أهلا بكم إلى حلقة جديدة من شير نطوف فيها على أبرز حملات مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد التفاعلات، نجمعها، نعرضها، نناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو. البداية بالعناوين. لا لسعودة المدارس، واسم يتصدر منصات التواصل في المهرة. ناشطون يطالبون بإنقاذ حياة الصحفي صادق الرتيبي. في جديد التكنولوجيا، روبوت لإعادة شحن السيارات الكهربائية. مرحبا بكم. انتشرت وثيقة صادرة في الثاني من شهر يناير الجاري توضح موافقة مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة على تسمية 8 مدارس بأسماء مدن سعودية. يقول قرار اعتماد التسمية إن المدارس الثمان ممولة من برنامج الإعمار السعودي. تقول وسائل إعلام إن بعضها بني بالفعل، البعض الآخر رمم ترميما. انطلقت الإدانات بعد انتشار الوثيقة. لجنة الاعتصام لم تتمالك نفسها، أصدرت بيانا حول الموضوع يرفض فرض تلك التسميات على المدارس. أبعد من ذلك، أبدت اللجنة في البيان جاهزيتها لاستئناف أنشطتها والوقوف في وجه ما اعتبرته أحد أوجه استهداف هوية المواطنين في المهرة، جزء من تفاعلات الناشطين مع هذه الحملة. ومن تفاعلات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب حميد زعبنوت وهو قيادي في لجنة الاعتصام قائلا: نرفض القرار الصادر من مكتب التربية والتعليم بإعادة تسمية المدارس في مديريات المهرة بأسماء مدن سعودية. ما فعله البرنامج السعودي هو تمويل لشراء الكتب والمستلزمات المكتبية في المدارس، لا علاقة له ببناء هذه المدارس وغيرها. هكذا يقول قيادي في لجنة الاعتصام. أيضا حسن العوبثاني غرد أو حسين العوبثاني غرد حول ذات الموضوع وقال: تجاوزتم أسماء الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ودهاة العرب وتاريخ حضارة يمنية فيها من الشعراء والفرسان، واتجهتم إلى أسماء الرياض وجدة وأبها وغيرها. هذه ستكون أسماء مدارس تخرج الأجيال، ويقول أنه لابد من الحفاظ على هوية أبناء المهرة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا فهد سلطان الإعلامي. مرحبا بك فهد سلطان. أهلا وسهلا بك أخي الكريم والمشاهدين الكرام. مرحبا. في البداية أسألك عن آثار تسمية المدارس بأسماء مدن سعودية، ما الذي قد يترتب على تسمية المدارس بهذه الأسماء؟ أين هي المشكلة بالضبط؟
في البداية في حقيقة الأمر هذه الإشكالية وهذه القضية لها مخاطر كثيرة حاليا ومستقبلا. كان يمكن يعني هذه القضية ستقاب حتى ولو كانت من الأمم المتحدة في وضع تمر به البلد الآن، ما بالك إذا جاء من السعودية وهي الدولة الأولى في التحالف التي لها أصنع لم تعد خافية عن أحد وباتت تسيطر على هذه المدينة أو على هذه المحافظة سيطرة كاملة وتدرب عليها واقعا جديدا. وبالتالي مثل هذه القرارات أو مثل هذه التسميات الجديدة، تسمية المدارس لتنشئة الطلاب الجديدة بهذه المسميات، مسميات بعيدة عن التسميات الوطنية، هي أمر خطير للغاية على المدى القريب وعلى المدى البعيد، وهو يكشف بوضوح الأطماع السعودية في مدينة أو في محافظة. كيف يكشف هذه الأطماع تسمية المدارس بأسماء مدن سعودية؟ كيف نفسر هذه الأطماع؟ نعم، نحن اليوم لسنا في وضع طبيعي، والسعودية ليست دولة مانحة في ظل وضع طبيعي بحيث أن هناك دولة وهناك كيان وهناك سيادة وهناك وضع طبيعي. نحن اليوم في وضع حرب، والسعودية اليوم تسيطر على هذه المدينة سيطرة عسكرية وتفرض عليها يعني قواتها المتواجدة على الأرض، وهي تقريبا المدينة الوحيدة التي تتمركز فيها القوات السعودية بهذه الكثافة وبهذه القوة وبهذه المنعة وبهذه التشكيلة. وبالتالي تتعامل السعودية على المدى البعيد أنها ستغير كثير من الجغرافيا وستغير كثير من التاريخ وستغير كثير من الثقافة داخل هذه البيئة. نعم. من خلال التنشئة ومن خلال تبرير مثل هذه الأجندات الجديدة. نعم سيد فهد، لدينا مثلا مستشفى الكويت، مدرسة جمال عبد الناصر وغير هذه المسميات، لماذا نقبل هذه ونرفض تلك؟ أين هو المعيار بالضبط؟ أجبت قبل قليل بأنه كانت تلك الهبات كانت تأتي في ظرف طبيعي وكانت توضع على زمن طبيعي وكانت جزء من الهبات، لكن الذي يحصل الآن في المهرة هو وضع مختلف تماما. الأمر الآخر كما ذكرتم في التقرير أنه لا يوجد هناك إنشاء مدارس جديدة، وإنما هناك بعض يعني إدخال التفاصيل أو دعم هذه المدارس بأشياء تفاصيل مقابل أن تكون يعني بالفعل ليس هناك مدارس جديدة بنتها السعودية في المهرة. بالضبط، يعني وهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لماذا إذا كانت دعما لماذا تربط بهذه الطريقة؟ الأمر الأمر الأهم من هذا كله أننا نحن في اليمن لا نحتاج لمثل هذه الهبات، ولا نحتاج لدعمهم ولا لأموالهم ولا نحتاج لشيء، يرفعوا قيودهم فقط عنا ونستطيع أن نفعل الكثير. إذا كانت محافظة شبوة وهي في ظل هذا الحرب استطاعت بحد أدنى من الإدارة والقيادة وهي المحافظة المحررة الوحيدة استطاعت بخلال عامين أن تصنع كثير من المشاريع الخدمية داخل البلاد، لم تحتاج للأمم المتحدة ولم تدخل المنظمات الدولية ولم تحتاج للسعودية ولا الإمارات ولا لأي دولة، استطاعت بحد الأدنى أن تقيم أن تعطي الكثير. شكرا جزيلا لك فهد سلطان الإعلامي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة هذه الحلقة. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من شير.
بعد محاولات ومفاوضات عادت الحكومة اليمنية الجديدة التي جاء بها اتفاق الرياض بعد مخاض عسير عادت إلى اليمن، كان في استقبالها إلى جانب المواطنين صواريخ، وأكدت الحكومة فيما بعد أنها حوثية المصدر. سقط عشرات القتلى والجرحى إثر ذلك الهجوم، بينهم مسؤولون وصحفيون. بالنسبة للصحفيين وهم قصتنا الآن، فارق أحدهم الحياة وهو أديب الجناني، أصيب غيره، كان من بينهم صادق الرتيبي مراسل القناة الرسمية. تضامن معه صحفيون وناشطون قالوا إن إحدى قدميه مهددة بالبتر جراء الإصابة وإنه بحاجة إلى السفر للخارج لتلقي العلاج. المصادر الرسمية تقول إن رئيس الوزراء قد وجه بالفعل بنقله إلى الخارج على طائرة ستقل جميع المحتاجين إلى العلاج مرة واحدة. نشاهد تفاعلاتكم مع هذا الموضوع. اخترنا لكم من تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه مثلا علي الفقيه الصحفي، الذي قال: قدم الزميل صادق الرتيبي الذي او قدم عفوا الزميل صادق الرتيبي الذي اصيب في الهجوم على مطار عدن مهددة بالبتر وهو ينتظر خطوة تسفيره للعلاج خارج البلد. كل يوم يتأخر فيه علاج المصابين تقل فرصتهم في التعافي. عيب يا حكومة، يقول في أشياء لا تحتمل التأخير والمماطلة. هذا مراسل الفضائية الرسمية ويعمل منذ سنوات دون راتب ثابت. أما نشوان العثماني فقد كتب من جهته قائلا: ما الذي ينتظره وزير الإعلام ورئيس الوزراء بشأن الزميل صادق الرتيبي؟ قدمه اليسرى معرضة للبتر، يجب تسفيره للعلاج في الخارج هو وكل المصابين ذوي الحالات الخطرة جراء استهداف مطار عدن. لا تفيد الوعود، يقول يجب التنفيذ فورا. في عام 1984 أقيم في الولايات المتحدة ولأول مرة مؤتمر تيد العالمي. ما هو هذا المؤتمر؟ هو عالمي لأنه يجمع شخصيات من مختلف أنحاء العالم. أما تيد فهي كلمة مكونة من الثلاثة الأحرف الأولى من كلمات ثلاثة باللغة الإنجليزية، تعني بالعربية التقنية، الترفيه، التصميم. ما الهدف الذي أقيم من أجله هذا المؤتمر؟ ترتكز الفكرة كلها على الإلهام. أصحاب الأفكار الإبداعية والتجارب المثيرة للاهتمام يصعدون على المنصة، ينقلون ما لديهم للآخرين، ثم تعرض المقاطع المصورة على موقع المؤتمر ومنصات أخرى بغرض الانتشار. لكن ما الذي يجب عليك أن تفعله إذا كانت لديك قصة ملهمة تريد أن تنقلها إلى أبناء مدينتك؟ هل تسافرون جميعا مثلا إلى الولايات المتحدة؟ لا بالتأكيد، تيد قدم لك حلا، وفر إمكانية إقامة المؤتمر على المستويات المحلية، على أن يضاف إلى اسمه حرف إكس، يصبح اسم المؤتمر بذلك تيدكس بدلا من تيد. عام 2012 أقيم المؤتمر في اليمن لأول مرة، ثم ظل يقام في غير محافظة يمنية. أقيم قبل أيام في صنعاء، وقد قررنا أن ننقل لكم بعض ما نشر على صفحة المؤتمر بعد أن نشاهد تفاعلاتكم.
كان الموسيقار أحمد فتحي من المتحدثين في تيدكس صنعاء 2020، يقول في تيدكس: أنا أعطيت آلة العود عمري كله، بالمقابل هي أيضا لم تبخل علي ومنحتني أسرارها، وعمري اليوم مع هذه الآلة يتجاوز 50 سنة. يقول المصريون: الاهتمام ما بيطلبش، وأنا أوافقهم بصراحة، لكن مصريين آخرين لا يجدون في طلب الاهتمام عيبا أو جرحا للكرامة. قدوتهم في ذلك العقاد الذي يروى، والعهدة على من روى، أنه كتب مرة لمي زيادة لكنه لم يجد منها ردا، فأرسل لها قائلا: أرجو أن يكون ذلك عن عمد، فالعقاب عندي أهون من الإهمال. لو جئنا للحقيقة، العقاد لم يطلب الاهتمام صراحة، لكنه نبه مي إلى موقفه من الإهمال. لم يفعل العقاد مثل ما فعل أيمن قصيلة، وهو الذي طلب الاهتمام أمام الملأ. تخيلوا أنه قال لمحبوبه: حس فيني، قال له: احتويني، قال أيضا: أرجوك طمني عليك. إنه يترجاه. هل تعتقدون أني أبالغ؟ اسمعوا هذه الأغنية. هذا أيمن قصيلة وهو يغني هذه الكلمات التي من هنا إلى أخبار التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه. الخبر يقول: ما زال توفير البنية التحتية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في كل مكان هو العامل الرئيسي الذي يتوقف عليه نجاح صناعة السيارات الكهربائية. كشفت شركة فوكس فاجن عن نموذج أول لروبوت يمكنه التنقل بين السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لإعادة شحن بطارياتها. تم تصميم هذا الروبوت ذاتي التحكم بالكامل، يمكنه التجول والتنقل بسهولة وبتحكم ذاتي كامل في مناطق انتظار السيارات باختلاف طبيعتها. يمكن تنشيط الروبوت أيضا عبر تطبيق على الهاتف الذكي بعدما يقوم السائق بإيقاف سيارته في منطقة معينة. يقوم الروبوت بشحن السيارة عبر هذا التطبيق تلقائيا. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من شير، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله.